مزيد من التفاصيل معنا على التليفون السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب. سيادة السفير مساء الخير. نور، أهلا بك. أهلا بحضرتك. عايزين نعرف أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان واختيار التوقيت. طبعا يعني كما تفضلت حضرتك في المقدمة أن دي أول مرة الرئيس عبد الفتاح السيسي يزور عمان، بينما عمان من الدول العربية التقليدية اللي هي محور خيط لكل أزمة مررنا بها. موقف عمان من مصر دائما موقف فيه كل صداقة وكل ترحاب، وبالتالي حتى في أيام الأزمة التي نشأت، أيام اتخذت مصر مسيرة السلام في عهد الرئيس السادات، كانت عمان دائما وساطة طيبة وتقدم الخير، بحيث حتى عاد الشمل العربي مرة أخرى. إذا أيضا الرئيس فتح السيسي فتح ملفين مهمين جدا في الفترة الأخيرة. ملف الدول العربية، وهو حريص أن كل الدول العربية إما أن يزورها أو تزوره، وأيضا الملف الإفريقي، وواضح أنه هو مهتم بالملف الإفريقي، لأنه ده مجالنا الطبيعي. نحن دولة عربية تقع في إفريقيا، فلازم نبعد هذين البعدين الأمنين بجانب الأبعاد الأخرى. تمام. أيضا عمان دولة غنية، من أكبر معدلات الدخل للفرد في العالم العربي يوجد في عمان، ومرشحة أن تكون مصدر كبير للسياحة، مصدر كبير لبعض تبادل السلع، مصدر أوجه التعاون سعادة السفير بين البلدين. طبعا التعاون في مجال التجارة قائم، لكن مش بالقدر اللي يعني نتمناه، لأن ممكن يكون أكثر من هذا، خصوصا صادرات مصر إلى عمان. أيضا في مجال الاستثمار، عمان دولة مستثمرة كبيرة، ونستطيع أن نجذب مزيد من الاستثمارات العمانية لتساهم في نهضة الاقتصاد المصري، وتستفيد الأموال العمانية أيضا من الفرص الكبيرة التي يتيحها الاستثمار في مصر، زائد بحث المسائل السياسية التي يتعرض لها العالم العربي والعالم عموما. يعني مثلا هل ممكن يتم مناقشة أزمة مصر ودول الخليج العربي مع قطر؟ لابد، لان هي عمان دوله رئيسيه في المجتمع الخليج العربي، هي دائما وساطه جيده، وصلات جيده بالكل. نعم. علاقتها بايران مستقره، علاقتها بقطر مستقره، فبالتالي يمكن ان تكون وجه مقبول لكل الاطراف عندما نريد بعض التدخل لاعاده الاوضاع الى الوضع الطبيعي والوضع السليم. ايضا لابد ان يناقش الوضع في سوريا، الوضع في ليبيا، الوضع في الصومال، ثم المشاكل العالميه التي تقابل المنطقه كلها، مثل الارهاب، مثل غسيل الاموال، الهجره غير المشروعه، المخدرات، كل هذه هموم تلقي بثقلها امام اي اجتماع على مستوى رئاسي في اي مكان في العالم، فما بالك بين مصر ودولة شقيقة مثل عمان. نعم. نتوقع الكثير، ولابد أن تذكر عن مزيد من الاقتراب المصري العماني إن شاء الله. بنتمنى مزيد من النجاح للدبلوماسية المصرية على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بشكر حضرتك سعادة السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب.